مشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قرآنيات. أخي مالك، أهلا بك أخت فرحة. ووجدك ضالا فهدى، الكلام ده على مين؟ الحديث في سورة الضحى. أيوة، تقول الآية رقم 7 في سورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى. المفسرون متفقون جميعا باختلاف آرائهم ومذاهبهم أن الكلام يدور عن محمد، أن محمد كان ضالا فهدى. ماذا يقصدون في كلمة فهدى؟ فعلا يعني أين البعض يقول من المفسرين أن فهدى أن محمد كان غير يعرف الشرائع، كان ضالا عن الشرائع فجاء الله وهداه بمعنى علمه الشرائع. آخرون قالوا لا، أن محمد ذات مرة كان طفلا صغيرا فضاء في شعاب مكة فردوا عمه. مكان آخر لا، قالوا كان محمد ضائعا أيضا في شعاب مكة فردته عن أو رجعته إلى الطريق القويم حليمة مرضعته. وآخرون قالوا لا، أني كان في طريق الشام في أحد الرحلات مع عمه، ضعف الطريق ولكن عمه تمكنه. بكل الأحوال سواء تفسير ووجهك ضالا فهدا غير مسجمة، كل الآراء غير مسجمة مع سياق الآية. الآية تقول فوجدك ضالا فهدا، الله نفسه هو الذي يهدي، بمعنى ليس فهديت، بمعنى لم تكن ضائعا فهديت، لأن الآية ليس لها معنى أن يكون أنت كنت ضائعا في مكان الفلاني أو في الصحراء أو في الشعاب ويا ما تهنا. نعم، وده وضع طبيعي، ولكن الواضح أن الآية تشير إلى أمر ما معروف. يبدو كان محمد عند السامعين يعرفون أن محمد كان على ما اتجاه مدينة ما معين، فلما أعلن دعوة الإسلامية فقالوا له يا محمد إيه؟ نحن بنعرفك أني وين أنت كنت موجود، شو غير بحالك؟ لابد أنه قال لهم نوع من إقرار الذات، أني أنا كنت ضالا فهديت، أني بمعنى ربما أنا كنت على دينكم فهديت. الواضح إذا من هذه الآية نحن نعرف أن محمد كان له انتماء ما وثني بعيدا عن الإسلام، واللي بيأكد هذا الموضوع موجود عن رواية تقول أني لما كان محمد صغير يعني شابا وكان يأكل أحد اللحوم فأراد أن يقدمه لأحد الأشخاص الذي كان يمشي على الدين الحنيفية، أظن كان زيد بن عمر، ابن نفيل، فقال له قريب عمر فقال له لا، أني لا أكل مما ذبح للأصنام. فالرجل كان محمد يعرف عنه أنه كان يأكل مما ذبح للأصنام. إذا كان الرجل كان يشارك بطقوس وصنية حتى أن يأتي زيد بن نفيل ويقول له لا أكل معكم يا محمد لأنك أنا لا أكل مما ذبح للأصنام. إذن أخي مالك، يعتبر محمد فوجدك ضلاً فهدى، دي معناها أنه كان هذا الرجل مشرك. نعم. والآية مخصصة لمحمد على أنه يعني ممكن يكونوا كفار. نعم. قريش بين قوسين قالوا له ده احنا عارفين اللي تحت الستار اللي تحت القبة شيخ. نعم. يعني فرد عليهم قال لهم فوجدك بس ربنا هداني خلاص. نعم صحيح. والدليل على انه كان مشرك انه كان يأكل مما ذبح الأصنام. نعم. وده موجود في كتب كتيرة، في كتب الإسلامية اللي بتقول انه كان بيقدم لواحد من الأحناف عمرو ابن زيد ابن نوفيل بأنه كان بيقدم له أكل، قال له لا أنا ما أكلش مما ذبح الأصنام. ده مين؟ زيد بن عمرو. السؤال هنا، هل محمد كان تايه مثلا؟ كلنا تهنا من أهالينا، لكن فوجدك ضالا فهدى، هل محمد كان مشرك؟ فعلا عندك حق، سؤال يستحق التفكير. شكرا أخي مالك، شكرا أعزائي المشاهدين، نراكم في الحلقة القادمة من قرآنيات.